اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل مصري ولكن بطعم تاني. القلقاس بنعمله بطرق كتيره قوي، نعمله صينيه، نعمله يخلي، نعمله احمر، نعمله ابيض، نعمله بالطشه، يتعمل بالخضره بتاعه المحشي اللي هو الثلاثي المرح، بقدونس، كزبره، شبت. انا مسميهم الثلاثي المرح لان هم دولت في اي اكله سواء محشي صينيه محشي كرومب او محاشي مشكله او القلقاس بيدي طعم وفليفر لطيف جميل جدا. معانا النهارده السبانخه ونجيب السلق، وهي طبعا ورقه السلق بتبقى عريضه. ايه الفرق بين ورقه السلق وورقه السبانخ يا شفيق؟ ورقه السلق بتبقى عريضه وخضره، ورقه السبانخ صغيره وخضره، خضار داكن. ده الفرق بين الاثنين عشان لما نشتريهم من اي محل بتاع خضار. معانا النهارده متبل لطيف جميل جدا من المطبخ الشامي اللي هي البقسماط بالطحينه. هنعملها ازاي مع اللوز والجوز؟ هنشوف نعملها مع بعض. معانا عين جمل مطحونه وطحينه، هنشوف نعمل طبق متبل ازاي بالجوز. الحلو النهارده مطلوب مننا من خلال السوشيال ميديا كيكه الكاكاو باللوز لأطفالنا والطلاب اللي بيذاكروا والتلامذة واللي بيجتهد. اللوز بيعلي أوميجا 3 والكاكاو طبعا بيخلي الموت حلو، فنعمل كيكة بتجمع ما بين الاتنين اللوز والكاكاو. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة ومش عايز أضيع كلامه، بس عدينا ننفذ العمل النهاردة مع بعض مع طعم تاني، صينية القلقاس باللحمة والخضرة. معانا كمان متبل جميل جدا باللوز اللي هو عين الجمل وكيكة الكاكاو باللوز. يا صباحو لوز، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة، ولكن طبعا بتشوف المعنى كبير في تفاصيل الأكلة. يعني ايه اللغز اللي بتقوله ده يا شيف؟ يعني لما تشتري حتة لحمة من عند الجزار جيبها حتة لحمة ملبسة عشان لما تعملي طاجن خضار يبقى طعم طاجن الخضار حلو، لأن الدهون اللي موجودة ما بين جزيئات اللحم وشرايين اللحم ونسيج اللحم بتدي طعم لطيف وجميل غير السمنة وغير الزبدة. احنا معانا صينية القلقاس باللحمة مقاديرها على الشاشة، هنبدأ بيها لأن اللحمة عايزة وقت كبير عشان تستوي. معانا لحم كندوز حتة ملبسة بيت كلاوي لطيفة وجميلة، معانا قلقاس الاتنين سليم ومتقطع جاهز، وهنقول لك أسرار تقطيع القلقاس وتقدري تحفظيه في التلاجة ازاي بما انه خضار شتوي. معانا الثلاثي المرح، معانا بقدونس، كزبرة، شبت، ومعانا ورق سلق لطيف وجميل. والشتاء وفصل الشتاء يميز بتواجد الخضار فيه بأشكاله الطبيعية الجميلة الحلوة. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار، المادة الدهنية اللي هستخدمها معلقة زيت زيتون لتحمير البصلة مع اللحمة. حلو الكلام؟ مش هنكتر كمان. حلو قوي. ونبدأ ان احنا نحمر اللحمة دي مع بصلاية حلوة كده زي لطيفة. الطبيعي ان معايا حلة على النار بتغلي كل يوم، صديقتي اللي بيبقى معاها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل. خلاص احنا حفظنا دي يا شيف، اصبحنا دلوقتي بنخش المطبخ اول حاجة بنعملها إذا نخش المطبخ نعمل أكل. وعلى فكرة مش لازم تعملها كل يوم، بتعمليها مرة مثلا وبتبقى عندك في على عين البوتاجاز أو جوه المطبخ. خلصتي بتاخدي البيون بتاعها ده والشوربة بتشيليها في التلاجة تستخدميها استخدامات كتيرة، يعني زي اللي موجودة معايا دلوقتي أنا بعملها. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، حلة بتغلى على النار دي معانا كل يوم. ببدأ بيها زي الفل كده، أنا معيش أي مكسبات طعم غير دي. املي ومستقبلي مع ايه؟ حله الخير. شويه بهارات من الحبهان، الورق اللورو، الهيل، جزر، كرفس، عندك جوانح فراخ حطيها فيها، عظمك السلسله بتاعه الفراخ حطها فيها، عندك شويه عظم حطيها فيها، بابيون عندك يغلي مره واثنين وثلاثه. خلصت المطبخ بتصفيه وتشيليه في الثلاجه او بتقسميه في اكياس وتحطيه في الديب فريزر. هو الكلام وكلامه واضح، يعني ده بيغنيك عنك تجيبي مكسبات طعم مش عارفين متجهه ايه وتفاصيلها ايه ومكوناتها ايه. دي طبعا صحيه 100%. البصلية بتتحمر زي الفل، بننزل باللحمه معانا زي الفل اهيت. يا ميرفت ازاي؟ ازاي حضرتك؟ نعمه والحمد لله، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست الكل. ممكن اعرف طريقه عمل شوربه الكرنب؟ شوربه الكرنب، يعني شوربة الكرنب مرتبطة بالكرفس، نقول لك بتتعمل ازاي؟ أكيد حضرتك عاملة كورس تخسيس. ألو؟
ماشي. شوربه الكرومب دي سهله خالص، بتجيب الكرومبه، في كرومب افرنجي وفي كرومب بلدي، اللي موجود يسد مفيش مشكله، بيتقطع يا ست الكل، وعندنا كرفس وعندنا بصل وعندنا توم، بنحمر الكرفس والبصل والثوم كلهم مع بعض، بناخد الكرومب بنقطعه مكعبات صغيره او بنقطعه جوليان رفيع، وفي الاخر بنحط كله مع بعضه، وبعد ما يستوي زي الفل في طريقتين للتقديم، يا اما ان احنا بنخلطها وبنضربها بالهاند ميكسر بتاعنا، او ان احنا بنقدمها زي ما هي بتفاصيلها، يبقى الكرفس مع البصل مع الكرنب. حته اللحمه لطيفه، شميت ريحتها اول ما شمت ريحه النار، ريحه لحمه طازه، شفت لونها اتغير ازاي؟ ايه الحلاوه دي؟ اه الله، انا عارف انك بتحب الحاجات دي يا شفيق. شفت انت حته اللحمه في الحله ازاي؟ اهي مع البصلايه مع التوم اهو زي الفل. انا مش هنزل باي بهارات خالص على اللحمه دي، هخليها تستوي كده، تاخد الصدمه دي كده اهو، التحميره دي كده بالشكل ده كده. الله الله، ايه الحلاوه دي اهو. وعندي البوكي جرنيه بتاعي، خسرت حاجه على الاقل ضمنت ان فيه اه، باخد من هنا كده يا ويلي. الله الله على الريحه الحلوه، هو ده هو ده. واسيبها تستوي اللحمه دي يا عم الشيف، ونشوف ايه اللي عندنا على اللحمه ما تستوي. عندنا كيكه بالكاكاو واللوز يا استاذه ريحب، نستاذن حضرتك نشوفها علشان نبدا ان احنا نخليها في الفرن تاخد وقتها من السوا. ايه عباره عن ايه يا عم الشيف؟ مقاديرها كالاتي: معانا لوز مطحون، حلو، نحمصه يا شيف؟ لا، عايزينه من غير تحميص، يعني ما تشتريهوش من المحمصه، اشتريه من عند حد بتاع مكسرات او توابل. انما تشتريه من المحمصه هتشتريه طبعا متحمص. لوز متقشر مطحون، او تجيبيه سليم وتقشريه وتطحنيه. وكاكاو 4 معالق من الكاكاو او نص كوب، 3 بيضات، 2 كوب دقيق، نص كوب من الزيت، فانيليا، بيكنج باودر، الماده الرافعه الجميله الحلوه، والحليب 1 كوب، السكر 1 كوب. اللحمه هنا خلاص خدت عدلها، بنسيبها على النار ونغطيها عشان نكسب وقت تستوي. آه، حته لحمه حلوه للامانه، شميت ريحتها اول ما شمت ريحه النار وخدت الصدمه، بسيبها زي الفل كده واغطيها. يلا مع السلامه، تعالوا مع بعض نكمل حكايه القلقاس واحنا مع بعض كده. اللحمه بتستوي على النار، اعتقد ان هي استوت ان شاء الله. تعالوا نفتح كده ونشوف، معانا طاسه على النار عشان نعمل الطشه بتاعه القلقاس. اوبا، حلو قوي. ننزل بالقلقاس بتاعنا، اللهم صل على النبي اهو، حلو تمام. نحط بقيه البوكيه جاردي بتاعنا، اللي القلقاس ما بيخش وقت كتير في السوى، ونحتفظ بشويه عايزينهم. الخضره بتاعتنا جاهزه، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ عايزاه القلقاس لونه احمر، هتحط صوص طماطم. بس الشيف المغازي بيحبه ايه؟ بحبه مع رز بالشعريه او رز ابيض ولونه ابيض، ما تحطلوش طماطم. ونغطي الحله عشان نخدرها، ربنا يخدر ايامنا ان شاء الله على الخير. يلا يا حلوه، ناخد الخضره بتاعتنا، الثلاثي المرح اللطيف ده كده، وعندنا ورق السلق اللطيف، مفيش ورق سلق مفيش مشكله، الخضره بتكفيكي. نفرم الخضره دي كده، اللهم صل على النبي، بالسكينه. الله، هو ده غسيل الخضروات الورقيه قبل التقطيع ليس بعد التقطيع. المدرسه الطهويه بتقول كده، المدرسه الطهويه العلميه. ليه يا شيف؟ لان لو غسلت الخضار ده بعد ما اقطعه هفقد 90% من العناصر الغذائيه بتاعته، زائد الرونق بتاعه، زائد مش هيبقى له اي لازمه. خلي بالك شكله وخلاص كده، الخضروات كده، الخضار والميه بتاعتها والسوائل بتاعتها خلاص ده ما يتغسلش بقى زي ما هو كده. ناخد السلق بتاعنا، تعالى يا غالي. على فكره ام الله يرحمها كانت تعمل السلق ده محشي، من بعدها ما اكلتوش
ورق الخس كانت تعمله محشي من بعدها ما اكلتوش. الله يرحمك ياما. ناخد ده كده ونشيل دينا عشان الصوره الحلوه، وبالسكينه يا عم الشيخ. نفس الطريقه. اوعى تعور ايدك يا حلوه، عشان لما نحط دلوقتي في الحله كل دول هتلاقيهم شويه صغيرين قوي على فكره. غسيل الخضروات الورقيه، جرجير، خس، سبانخ، سلق قبل التقطيع ليس بعد التقطيع. اكتبيها على باب التلاجه يا ام الله يبارك لك. حلو قوي. تمام، هناخد الخضار ده زي ما هو كده، لسه ما خلصتش، ونشيل السكينه ونبدا نعمل الطشه بتاعه الايه؟ القلقاس. حلة شديدة الحرارة على النار، فيها قليل من زيت الزيتون، اللهم صل على النبي، مكعبين من الزبدة زي الفل. تمام، نعمة. ونحط الزبدة يا عم الشيف، ونحط البصلة الناعمة يا عم الشيف، الله، ونحط التومة الناعمة يا عم الشيف، ونقلب. نارك حامية يا شيف، أنا بحب كده. حلو أوي. ونشيل كل حاجة من هنا، ما عليك، فلفلة حلوة يا عم الشيف. بهاراتك الحلوة علشان ريحة البصل ما تدمعش عينينا. فلفل أسود، شوية الملح التمام، شوية بابريكا، شوية كزبرة، كل دول مع بعض يا عم الشيف، ونقلب. ده التأسيس بتاع الطش. ناخد الخضار بتاعنا، الثلاثي المرح برفقة السلق الورق. ننزل بأول حاجة السلق، الله. كده. والخضرة كلها، والبلانشة كده ملهاش عوزة. نشيل كل ده من هنا، مخرجنا عايز نروق المطبخ عليه. عايز ايه قول لي بس، قول لي عايز ايه وانا اروق لك الدنيا. حلو، مطبخي يكون رايق اول باول، صدقيني هتقفي رايقه ونفسك فاتحه في المطبخ وعايزه تعملي حاجه حلوه. كل ده يا عم الشيف نقلبه. الله. الطبيعي كل ما يتعرض للنار الخضرة بتهبط. الله. هنا السائل هيكون ايه بقى؟ مية من الحنفية ازعل منك، لازم شوربة اللحمة هنا. لا يعني لو مش موجود بس معانا شوربة لحمة. الله زي العسل يا شاتو. حبيبي. هو ده. الله، اعمل ايه بقى؟ بالراحة كده؟ هو ده، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بس خلاص، وارجع دي تاني كده، واخد شوية من البوكيه جارنيه عشان مخرجنا ما يزعلش. عندك طريقتين. الطريقة الأولى بتسيب الخليط ده يبرد، تضربيه في الخلاط. لو ما عندكيش الهاند ميكسر اللي معانا، زي ما انت عايزه. نقلب كده. الخضره اللطيفه دي كده اهي، عباره عن سلق قطعناه، بقدونس، كزبره، شبت، كرفس، لا هيخطف الانظار. والشبت هنا يا ست الكل يكون قليل، لان الشبت ده حرامي برضه بيسرق الانظار. أنا قلت ما لقيتش التانية. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين السريعة. طحنة كده ناعمة أهي.
شفتي؟ يلا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الابداع ده؟ ايه السفره الجميله دي؟ ما تخليهاش تعبه قوي يعني، عشان برضو تفاصيل الخضار تبان. شكرا. دي تتشال كده عشان نحافظ عليها، ترميهاش في الحوض ارجوكي. ناخد الخضره اللطيفه دي كده تنزل على السل. الله. ونقلب التقليبه الحلوه بمعلقه كبيره كده. الف هنا وشيفه للي ياكل. تقدري بقى تحطيها في صينيه، تدخليها الفرن ماشي، تقدميها زي ما هي كده ماشي. اكله لطيفه فيها العناصر الغذائيه. ايه فوائدها؟ القلقاس غني بالالياف، البروتين اللي موجود فيه والانسجه بتاعته انسجه كلها فوائد، وخاصه للجهاز الهضمي، بتساعد على التخلص من الامساك. زائد الخضار اللي موجود فيها، كرفس قصدي بقدونس وكزبره وشبت، لطيف للمعده. البروتين اللي موجود في الشوربه بتاعت اللحمه، التوم والبصل ومكوناته، يعني الاكله كلها ايه؟ من خير ارضنا، وكل عناصرها الغذائيه الجسم بيحتاجها. عندنا الغرف هنا في كسروله زي دي كده. انا عايزك بس مخرجنا الجميل الله يوفقك، انا عارف اني بحبك، جيب لي قبل وبعد. نشوف قبل وبعد. قبل وبعد. ده القلقاس بنشتريه طبعا اهو. وانت بتشتريه خلي بالك ما تجيبيش اللي هي فيها علامات مجوفه مش كويسه، بتجيب اللي زي دي. والدرنيات بتاعته، القلقاس من الدرنيات زي البصل زي الجنزبيل زي الجزر، كل ده لازم يتغسل كويس قبل ما تقطعيه وتجيبيه جنب البنانشه والسكينه، علشان فيه رمله وطينه وحاجات كده، بتخلص منها كويس وبعدين نقطعه. خلي بالك ده مهم جدا، وتغسليها وهي سليمه مش بعد التقطيع. غسلتها وهي سليمه قطعيها وبعدين استخدميها زي ما احنا شغالين كده. القلقاس بتاعنا غلي زي الفل، اللهم صل على النبي. تعالوا بقى هنا نغرفه هنا. وانا بغرفه مخرجنا الجميل حابب تنهي الحلقه، انا خدامك تحت ابرك. يلا. حلقتنا بساطه سهوله مرونه، سيبوني اعيش مع القلقاس. عملنا كيكه بالشوكولاته والكاكاو وعملنا كمان حاضر وعملنا المقبلات الجميله الحلوه زي الفل. الله. اللحمه هوبر عشان ضيوفنا الحلوين، كل واحد ياخد طبق زي ده كده، عدل ورز ابيض او رز بالشعريه. انت بتاكله بايه يا شيف؟ بصراحه باكله مع رز بشعريه، هو والباميه. الملوخيه مع رز ابيض. دايما يقول لك يعني نعرف الشيف ايه، هو ده ذوقي انا، الباميه رز بشعريه، ملوخيه رز ابيض، والقلقاس رز بشعريه. الف انا وشيف. ناخد شويه من الحلوين دول كده، يعني بساطه سهوله مرونه خبره طهويه، تخش مطبخك تعملي كل يوم اكله بطعم تاني وبشكل تاني بتفاصيل صغيره، تقدري توصلي للطعم اللي انت عايزاه. رؤيه وجمال على شاشه القناه الاولى، فن ابداع كل يوم بنشوفه من مزبيرو. منين يا عم الشيف؟ من مزبيرو. We'll be right back.